سريعا عايز اتكلم فيها كلام كتير عن صفقه في الدفاع، ومش عارف لعيب سوري ولاعب تاني مش عارف في نادي ايه. خليني اقول لحضراتكم سريعا برضه عشان البعض اللي بينتقد شخصي على صفحتنا، بيبقى في ادمن موجود. الادمن اللي موجود كتب اللي فيه صفقه قريبه لانه شاف مواقع كده كتير. طبعا ده غلط وانا اتحمل المسؤوليه عشان هي الصفحه باسمي على شادي محمد على الفيسبوك وصفحه الكره والجماهير. ده خطا؟ طبعا باقر اللي هو خطا، بعتذر لحضراتكم اللي الادمن اتصرف من غير ما يرجع لي واتصرف. الكلام ده كان من حوالي 15 يوم او 3 اسابيع وكتب الكلام ده. فمن هنا الناس قالت انت اللي قلت ومش عارف ايه انت مش... فاحنا ما بنعملش كده. قلنا لكم دايما بنعلن لما النادي الاهلي بيتعاقد او النادي الاهلي يبقى فيه عقد موجود. فمن هنا اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان النادي الاهلي فيه مدافع بيتفاوض معاه. فيه مدافع بيتفاوض معاه، مين هو انا ما اقدرش اقول. بيبقى فيه رتوش وفي كلام وفي مدير فني حدد هو عايز ايه، ومن هنا الاداره اداره التعاقدات الدكتور عصام سراج بيتحرك فيها. من ضمن الكواليس ومن كلامي مع الكابتن حسام البدري، واعذروني ممكن يكون عن صوتي في عندي برد شويه، ولكن الكابتن حسام البدري حاطط في دماغه ان ايمن اشرف لاعب بيلعب سيرد باك وبيلعب باك ليفت، والمدرب واللاعب اللي بيلعب في اكتر مكان الجوكر ده بيبقى مفيد جدا للمدرب. احمد فتحي النوعيه دي ولاعيبه كتير على مدار تاريخ النادي الاهلي. بقى لما نرجع للكبار العظام كابتن ربيع ياسين تلاقيه باك ليفت باك رايت سيرد باك. نوعيه اللاعب اللي بيلعب في اكتر من مكان هو بيبقى مفيد جدا جدا للمدرب. فمن هنا ده كلام الكابتن حسام اللي ايمن اشرف كان في سموحه بيلعب باك ليفت وسيرد باك. ناس مستعجله صفقات ومش عارف ايه وبتاع مش بالكتره، مش بال20 لاعب ومش بال50 لاعب ومش بال60 لاعب. انت بتختار اللي انت عايزه، عندك لعيبه متميزه في كل الخطوط. محتاج في صفقه ورا؟ ممكن، فعلا محتاج، مش ممكن، لا اكيد محتاج. بس ما يخليش السرعه تاخدني اللي انا اغلط نفس غلطات لعيبه كانت من 3 سنين واتعاقد مع اي لعيب وخلاص واحاول عشان ارضي شمال ولا يمين، فابتدي اي حد يلبس فانيله النادي الاهلي. انا بكلم هنا العقلاء اللي عايزين يسمعوا العقل وصوت العقل. اتسرعنا ببعض الصفقات قبل كده وانا ما اقدرش احكم على لاعب، لكن ما كانوش يقدروا يستحملوا ضغوط النادي الاهلي، ما قدروش، عشان كده ما شفناهمش خالص في مباراته ومشوا، جم زي ما مشوا. وده انا بسميه طول الوقت تحت مظله الاحلال والتجديد اللي موجود. النادي الاهلي لغايه النهارده بيصنع تيم جديد شاب، الاعمار السنيه بتنزل ولازم يبقى موجود الخبرات. ده موجود؟ موجود. عشان كده بنلاقي مواقف كلنا كاهلاويه فرحانين بيها. بمعنى ايه؟ لما نلاقي اكرم توفيق قاعد على الدكه وفاضل وقت بسيط وعمال يضرب في الدكه، والروح هي دي الروح اللي هو شربها بسرعه من النجوم الموجوده ومن ضغوط الجماهيريه اللي موجوده، واحساس بالمسؤوليه فانيله النادي الاهلي. في اكتر من لعيب مش عايز اذكر اسمائه لكن انا موقف كلنا متفقين عليه. فنسيب النادي الاهلي بيتحرك وبيتحرك صح، وعندنا مجموعه متميزه من اللاعبين، عندنا افضل لعيبه في مصر بجد، مش الكلام اللي هو مستهلك اللي بيتقال وخلاص. فده نقطتين مهمين. احنا عارفين كمان الفريق اجازه، فالكلام في الكوره، واحنا مش من الاعلام اللي بيدور على اي حاجه ويختلقها ويفتح مواضيع ويفتح قصص. والفرقه اجازه، هكلمكم في كوره، اكيد عايز اتكلم في الكوره واكيد عايز ادخل الكابتن حسام والكابتن سيد عبد الحفيظ واللعيبه، ولكن دايما لما اللعيبه ياخد اجازه ما بنحبش اللي احنا نقطع عليهم الكلام ده، يركز في اجازته ويبعد عن الكوره عشان يرجع يبقى الكوره وحشاه. لكن مداخلات وكلام كتير والكوره، فاحنا النادي الاهلي فرقته الاهم، وعندنا بطوله افريقيا، الفريق اجازه، نحترم ده. هنتكلم في قضيتنا ومشاكلنا، هكلمكم في كوره ايه، اعرض لك اهداف قديمه واعرض الكلام ده. فانا مش هعمل كده، هشتغل في الحدث اللي موجود داخل النادي الاهلي، هو كل المسانده والدعم للجمعيه العموميه، ونخاطب الجمعيه العموميه تحمل مسؤوليتها، ونخاطب المسؤولين داخل النادي الاهلي اثبت على موقفك. بالنسبه لناس كتير بتذكر اسم الكابتن صالح سليم، وهنا عشان اوضح الصوره، لما بنتكلم على حد احنا بنقول بالاسم،
مش احنا الشخصيه اللي بتتكلم على حد من وراه ويخاف ومش عارف ايه، لا احنا بنتكلم في العموم. في ناس بتدي مثل بالعظيم المايسترو صالح سليم، هو مش واحد ولا اتنين، هم ناس كتير كلنا بندي المثل بالمايسترو. فمن هنا من ضمن الحاجات اللي علمها لنا المايسترو ان انت تثبت على موقفك ما دام في الحق، تثبت على الموقف، وما دام انت عندك حق تقاتل عليه ما تسيبهوش، يا اما ما يبقاش الاهلي، ولا احنا بنفسر الامور على مزاجنا. النقطه الثانيه دعاة الفتنه، مدينه نصر ولا الجزيره ولا مش عارف ايه، ولا دلوقتي كلنا ايد واحده. عشان كده في حلقه النهارده بنحاول نفكر ونخرج من الكلام اللي موجود شمال ويمين، فقلنا نعمل حاجه جديده. وكمان هم خاطبوا فريق العمل واتكلموا معاه فعجبتنا الفكره. هيبقى معانا سيدات النادي الاهلي اللي هم العمود الفقري، والسيدات دورهم مهم جدا، ما بنقدرش عليهم احيانا وبيبقوا اقوى مننا احيانا، لكن في الاخر لما بتحتاجهم بيبقى بـ100 راجل. النهارده معانا سيدات النادي الاهلي، ومش هتكلم بقى يمين ولا شمال ولا فوق ولا جزيره ولا مدينه نصر، احنا ايد واحده، ودي كلمتهم اللي هم قالوها لنا قبل ما يجوا، احنا ايد واحده.